طموح يثبت إنجازاتك في عالم الواقع، يحقق كل ما كنت تتمناه. طموح يوصلك إلى النجاح. شاي الكابوس، طعم النجاح. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد في عمق الحدث، نخوض به إلى ملفات متعددة متجددة في لقاءات متعددة بتعدد المشهد السياسي الذي يوما يطل علينا بمجموعة من المعطيات المتنوعة في المشهد السياسي اليمني. وإن كنا نقرأ هذا المشهد وهذه الوقائع من القاهرة، ألزمنا بذلك أن نلتقي بمجموعة من الشخصيات التي نهدف أن نطلع على قراءتهم لهذه الأحداث المتجددة، على قراءة وعلى مجموعة من القراءات ومجموعة من المحاور التي يقرأها ضيوفنا في هذه الحلقات أن تكون بصيصة أمل، إذ أن هدفنا في هذه اللقاءات ورسالتنا ليست إثارة علمية، ليست إثارة إعلامية ولا نميمة سياسية التي أسميها أنا بذلك. هدفنا من ذلك أن نقدم شيئا من الذي يربط على نفوس الناس والذي يطمنهم والذي يزرع بصيص أمل لهذه الأمة التي هي فوق أرض امتدحها الله وامتدحها النبي صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا يسعدني في هذا اللقاء أن يكون ضيفي الأستاذ علي عشال، عضو مجلس النواب. حياكم الله سعدي. إياك الله أستاذ محمد. الله يبارك فيك، وأرجو أن يعني أن بهذه الحلقة نرسل مجموعة من المعطيات ومجموعة من الرسائل للمشاهدين، يعني خاصة أن كان لي معك لقاء سابق لكن ما كتب الله أن يكون هذا اللقاء. لعل تأخير اللقاء والتعثر الذي حصل فيه يأتي وقد اتضحت كثير من تفاصيل المشهد في اليمن. أستاذ علي، عضو مجلس النواب وكذا، دعني أبدأ من هذه، يعني أين مجلس النواب في الفترة القادمة؟ والله أعتقد أن مجلس النواب بعد التمديدات التي حصلت، وهي كانت تمديدات توافقية للعامين التي قد انصرمت، أعتقد أن بقاء مجلس النواب كان ضرورة، على اعتبار أن النص الدستوري يتيح إذا وجدت أوضاع غير طبيعية أن يستمر مجلس النواب يؤدي أعماله حتى تزول تلك الأسباب، وهو نص دستوري. لكن أعتقد أن مهام مجلس النواب في الفترة القادمة محكوم بطبيعة التوافقات السياسية التي اليوم اليمن ستلج إليها أو ولجت إليها منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. أعتقد أن فترة السنتين التي أعطيت للبرلمان في الفترة الانتقالية القادمة، أو أن الانتخابات ستجرى خلال العامين القادمين، أعتقد أن البرلمان الآن يفترض أن يؤدي دور بمستوى التحديات الموجودة على الساحة اليمنية، وأن أداء البرلمان روح التوافق بالنسبة لترتيب أوضاع المرحلة القادمة. أعتقد أن مهامه ستنحصر على ترتيبات في المشهد السياسي اليمني القادم، وينبغي أن لا تتجاوز هذا الحد، وأن يسرع بإعداد وتهيئة الانتخابات البرلمانية. أعتقد أن الأوضاع التي تسأل عنها مثل ماذا، أوضاع كثيرة، هي حوار وطني قادم سيفضي إلى جملة من الترتيبات، هذه الترتيبات يفترض أن تأخذ طباعتها صيغتها القانونية الدستورية، الناس تتحدث عن عقد اجتماعي قادم، تتحدث الناس عن يعني عدالة انتقالية في الفترة القادمة، كل هذه المشاريع القانونية أعتقد أن مجلس النواب يفترض أن يسهم بدور فاعل في إخاء إلى حيز الوجود. يعني جيد، أنا أقصد أنه يكون مثل هذا، لكن هل تتوقع بصراحة أن مجلس النواب، أتوقع أنه أطول مدة مدد له مجلس النواب هذه المدة متتالية، يعني فترة بعد فترة بنفس الآلية التي هو عليها، بنفس الإجراءات الداخلية، بنفس الأشخاص، بنفس التكتلات الموجودة الداخلية، هل توقع يقدم شيء؟ لا أعتقد أن طول المدة التي حظي بها هذا المجلس فعلا تسعفه على أن يقدم الشيء. أعتقد أنه أمر معيب، تقصد في المستقبل، يعني في المستقبل، وأعتقد أنه أمر معيب أيضا أن يظل البرلمان مستمر. لكن أعتقد أن الظروف الموضوعية التي حصلت في اليمن في الفترة الأخيرة من بعد العامين التي مدد بسبب احتقان في الحياة السياسية، أعتقد أن هبة الربيع العربي
لم تتح للكثير من دول المنطقة أن تعيش أوضاع طبيعية. نحن نعيش أوضاع استثنائية، وبالتالي أعتقد أن أوضاع البرلمان في هذه المرحلة بهذه الصورة أمر انعكاس حقيقي لطبيعة التردي الذي ساد حالة السياسية في الفترة الماضية. لكن أعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد ترتيبات تقود باتجاه سرعة إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. سيقتصر البرلمان على مراجعة تشريعات من جديد وكذا ولا يعني؟ يعني أعتقد أن الفترة القادمة كما قلت سابقا محكومة بطبيعة التوافقات حول الترتيبات القادمة. لن يخوض فيها البرلمان في أمور كثيرة بالنسبة لإصدار قوانين جديدة، وإنما سيتعامل مع ما ستفضي إليه آلية الحوار الوطني القادمة ببعض الترتيبات. طيب يعني أقصد يعني أنت عضو لجنة في هذا البرلمان، أظن لجنة النفط وما إلى ذلك، يعني هل ستتجاوزون بعض الخطوط الحمراء المعينة؟ لا أقول لم تكن لكم قراءتكم أنكم تلجوا إليها، لكن كانت القضية في وضع سياسي سابق غير قضية في الوضع السياسي القادم. هل تجعلكم تفعلون هذه اللجان؟ مثلا أنتم في قضية النفط، ما الذي منعكم أن تعيدون مثلا العقد الذي وقع مع الشركة الكورية للغاز أو غيرها من الشركات؟ أنا أعتقد أن البرلمان فعلا كان أداؤه في الدولة جديدا في الفترة الماضية محكوم بسقوف سياسية. هذه السقوف ولدتها طبيعة النظام السياسي الذي حاول أن يصنع من مجلس النواب مؤسسة ديكورية لا وزن لها ولا رصيد في القيام بواجبها التشريعي والرقابي، بمعنى أن هناك تدخلات كثيرة كان يقوم رأسا السياسي في حجب البرلمان من أن ينظر في قضية أو يتفاعل مع قضية ما. عانينا منها في لجنة التنمية والنفط بشكل كبير، ولعلكم سمعتم عن قضية القطاع 18 والقضية القطاع 50 كلها، وقضية الغاز وقضية المنطقة الحرة، كلها قضايا اصطدمنا فيها برأس السياسي، لأن له توجها سياسيا أراد أن يعني يفرض إرادة سياسية باتجاه خيارات تضر بمحة البلد. نجحنا في بعض القضايا مثل قطاع 18 عندما أسقطنا ووفرنا لخزينة الدولة ما يقرب من 4 مليار دولار بحكم موثق في محكمة المحكولية في باريس. وأعتقد أن النظام السياسي لم يسعى في الفترة الماضية إلى إظهار أن اليمن قد كسبت هذه القضية ولم تأخذ حقها في الإعلام، على أنها قضية البرلمان فيها يعني استطاع أن يعيد الحقوق إلى مصلحة الشعب وأن يوفر هذه الموارد لمصلحة. أما قرار السياسي فقد أعطي بالتمديد لهذه الشركة، وكم القضايا التي لا أعتقد أن اليوم يعني سيتسع مجال أن نستفيض في شرح بعض تفاصيلها، لكن أؤكد فعلا أن البرلمان ظل محكوم في الفترة الماضية في أداء دوره الرقابي بسقوف سياسية معينة. يفترض أن هذه السقوف في هذه المرحلة أزيل، وأننا سنلج إلى مرحلة قادمة سيعزز فيها دور البرلمان من ناحية الرقابية. وأعتقد أن المشكلات التي ذكرت بخصوص الغاز وخصوص المنطقة الحرة ومختلف القضايا المطروحة على المستوى الاقتصادي ينبغي أن يتفاعل معها البرلمان ويعيد النظر في بعض العقود التي أضرت بالمصلحة الوطنية. أنجح الله في ذلك. أعتقد جازما أن هناك إرادة سياسية بهذا الاتجاه. 4 مليار وفرتولنا في هذا القطاع 18، نتوقع في بقية القطاعات أنه يتوفر كثير؟ أعتقد أن حجم ما أهدر على اليمن في بعض الصفقات خصوصا الغاز والمنطقة الحرة أنها يفترض بتكون يعني رافدة للاقتصاد الوطني. هذين العقدين أعتقد أنهما إلى الآن يعني لم يحقق ما هو يعني مؤمل فيهما، وأنه ينبغي إعادة النظر في هذه العقود بما يحقق فعلا يعني أريد أكبر قدر من الدخول لمصلحة اليمنيين، لأن عقود أضر بمصلحة اليمنيين. أنا سأتي على الاقتصادي لأنه مهم جدا، لكن عندي ملف أنا لا أخفيه. أنا قلت في الفيسبوك أنني سأقابل الأستاذ علي عشال، فانهارت علي مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا، لخصتها وجمعت مجموعة من المحاور ومجموعة من القضايا. سأبدأ بك ببعض هذه القضايا وإن كان بعض شائك، يعني وقد بعضهم قد لا يروق له بعض المحات التي نسميها بها، لكن سأورد الأمور كما اتفق عليها الناس ما يسمى بالقضية الجنوبية أو القضية الجنوبية. يعني أسباب متعددة يعني ما وصلنا، ولا أريد حقيقة قراءة المرنة إليها من الأسباب، لكن أنا أريد فقط رأي الأستاذ علي في قضية هل الأسباب سياسية، هل الأسباب حقيقة اقتصادية، أم الأسباب نزعة معينة، أم الخارجي؟ في ظنك لماذا وصلت إلى هذا المحك وهل نقلنا فيه الآن؟ أنا أعتقد أن القضية الجنوبية قضية سياسية عادلة، وهي ظهرت على السطح
منذ 2007 نتيجة أخ النظام السياسي، بل على وجه النظام السياسي لم يستطع أن يقدم مشروعا يمثل فعالها لهذه الوحدة التي كان يأمل إليها الناس، وبالتالي أخطاء النظام التي مورست في الفترة الماضية هي التي أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه في بروز هذه القضية. النظام السياسي يعتقد أنه كان مسكون في الفترة الانتقالية بثنائية الشراكة مع شريك في تحقيق الوحدة، تصور يعني بطريقة ما أنه بمجرد التخلص من الشراكة في حرب 94 أنه قالت له الساحة أنه يفترض أن يعود إلى الكواليس التي كان يدير الجمهورية العربية اليمنية، بمعنى أن الشراكة الحقيقية مع أبناء انعدت يجرد أن النظام تصور أن الحزب الاشتراكي وخروجه من معاهدة الحكم بتلك الصورة يعني ينبغي تجاوزها. الحقيقة أن الشراكة في دولة الوحدة قامت بين طرفين متكافئين، وكان يفترض أن الجنوب يجدون هذه الشراكة تتمثل بغض النظر عن سين صاد من التسميات السيئة. ينبغي أن يجد أبناء الجنوب أنفسهم شركاء لا موظفين، وبالتالي عقلية النظام تعامل معهم كمجموعة من الموظفين. معادلة صناعة القرار في البلد تعتمد على الفرد الحاكم، ظلت كل مؤسسات الدولة تدور فلكه، وأصبحت عصبة المركز التي تهيمن صناعة القرار. عصبة المركز كانت يعني أسرية شلالية مناطقية، هذا هو الوضع في اليمن من عقود سنين عقود مضت، وبالتالي يعني ألقى بظلال على حصل احتقان في المحافظات الجنوبية، أنهم غيبوا في الجدل السياسي وعن المشاركة في صناعة القرار، وبالتالي بدأ مظلمة حقوق، ولكن في حقيقتها وفي جوهرها مظلمة سياسية ينبغي أن فيها الاعتبار، وأن يجد أبناء الجنوب مشاركية في المرحلة القادمة. وأعتقد أن كل القوى السياسية اليوم يعلك كابر في أن هذه القضية ينبغي أن تجد طريق للحل. طريقها إلى الحل لن يكون إلا من خلال شكاحة حقيقية ومئات سوية تاريخية قادمة. أنا سأتي على الحل، لكن ألا ترى أن البعض بدأ يقفز على هذه القضية وقد كان قديما لا يعترف بها، مجرد موقع في الشارع العام السياسي؟ أخي الكريم، أعتقد أن كثير من القوى السياسية لم تتنبه إلى هذا الخلل، وأعتقد أن أحزاب اللقاء المشترك يعني منذ وقت مبكر مع وجود هذا التحالف كانت تعتقد أن هنالك إشكالات حقيقية، وما ولد اللقاء المشترك إلا يعني كوارث سياسية ارتكبها النظام في حقبة العسكرية، وكانت ترى هذه الأحزاب أن النظام السياسي أو منظومة الحكم تسير بالبلد إلى 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 تردي في كل أوضاع. لازم أن تخلق هذه الجبهة وهذا الاصطفاف الوطني. القضية الجنوبية، ولكن الجنوبي أعتقد أنه حركة انفعال شعبية بدأت عفوية، يعني حاولت بعض الأطراف أن تركب هذه الموجة وأن تتبوأ وتتحدث باسم حراك، وأنا أعتقد جان أنه لم يفوض أحد إلى اليوم بالحديث باسمه. نعم هنالك فصائل مختلفة للحراك، ولا أعتقد أن حتى النظام السياسي حاول في الفترة الماضية أن يخترق هذا وما نراه اليوم من خلال بعض اللوحات التي تطرح وبعض الحركات التي تحاول أن تجر يعني النظام السلمي إلى مربع عمق. هذه أعتقد أن النظام كان ضالعا في تسجيل حالة من الاختراق. سأتي عليه وعلى اسمه، لكنك يا كريم تبدأ بأنها قضية حقوقية، يعني فيها مضل كثير جدا من تلك المناطق إلى بعد قضية سياسية الآن، ألا يعني ذلك اختزال القضية، تقزيم القضية؟ لأنه غالبا أرباب السياسة سيكونوا أواب وستتقلص القضية فيها، ذلك لو حصلوا على بعض الميزات هضمت الحقوق. لا أعد ولا أرمي إلى هذا المقصد. أنا عندما قلت أنها بدأت حقوق، معنى أن البدايات كانت مبحوقية، ناس سرحوا من أعمالهم، أناس دعوا إلى البقاء في بيوتهم، أناس حرموا من حقوق. ونحن نجلس النواب يعني عند نظر في بعض الأجيات استطعنا أن يعني من خلال إثارة نقاش حول هذه القضية يعاد ما يقرب 40,000 أن ترجع لهم حقوقهم كما هي في القطاع العسكري الأمني، وبالتالي بدأت المجيع تشعر انتقاص في حقوقها هي التي تتحرك، لكن المظلمة في جوها مظلمة سياسية. لا يستطيع أحد أن يقول
أن نقول أنها ستغير لمصلحة سياسية، وإنما لمصلحة خلق شراكة حقيقية مع أبناء الجنوب، كون طرفا فاعلا في تحقيق معادلة دولة الوحدة. ما يربون إليه وما يصبون إليه مال هذه خلال يعني القهر بمثل هذه الظلمة التي يتحدثون عنها اليوم. يعني تتناول الآن في 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 التاريخ الذي نعيشه نحن الآن، يعني تتناول القضية بمجموعة من الحقيقة، مجموعة من الرؤى، من يعني يشط حتى يصل إلى الطرف تماما، ولا بحقيقة بصار البلد تماما يعني في ظل ومنهم من يطالب بما هو سقف دون ذلك. في ظل هذه المنكسة السياسية، أنت يعني كيف تنحن الحل في ذلك؟ من حق أي أحد أن يطرح الأطروحات التي يراها، وينبغي أن يكون عنوان المرحلة القادمة أنه لا عقول الناس ولا مصادرة لحقهم يبدون آراءهم، لكن كل في أن يمارس نوع من الإقصاء ونوع من الاختزال للتحدث باسم القضية محافظة الجنوبية. أنا لا أعتقد أن طرفا سياسيا يطيع اليوم أن يقول أنه تحدث باسم أبناء الجنوب. هنالك رؤى مختلفة يا أهل الحلول والمعالجات، حالة من الإجماع حول أن توجد، ولكن أعتقد أن البعض حاول أن يلمن من نفسه حاميا فاشلا عن هذه القضية عندما يسيء إليها، أن يسيء إليها من خلال بعض الأطروحات التي تجر أبناء المحافظات البيئة إلى مربعات العنف، فأعتقد أنهم يسيئون إلى عدد هذه المظلمة. وأعتقد أيضاً أن من يطرحون أطروحات قد لا نتفق معها ويتطرفون أو هناك حق يطرحوا أطروحات، لكن لا يسعوا إلى يعني اختزال الحديث القضية الجنوبية فيهم. أبناء الجنوب هم الذين سيدخلون بإرادتهم الحرة في تسويات جديدة يطفيها هذه القضية. وأعتقد أن اليمن الكبير الواحد، وهي قناة شخصية، اليمن الذي يتسع لجنب ويجدون فيه شراكة حقيقية ودولة نظام وقانون ومؤسسات وشراكة حقيقية في الطوى بما يتيح لأبناء الجنوب أن يأخذ حظهم كطرف حقيقي فاعل في تحقيق معادلة دولة الوحدة، أعتقد أنه يمثل قطاع واسع من آمال وطاعات الناس في البيئة. أنت تتكلم تحت لا شك أننا كرؤى نحملها دون أن نصادر حق الآخرين في أن يضعوا، نعتقد أن اليمن كبير الواحد دولة قابلة للمرار وحقق لأبنائها مستقبل مشرق بإذن الله. كنت تقول يا أستاذ علي، يعني لا أحد يمتلك لك الحديث باسم أبناء تلك المناطق، ولا أحد محامي ولا لك حق أن يكون في ذلك، لكن في الأخير يعني من الذي سيمثل هؤلاء؟ يعني ما هي الطريقة لأخذ آراء هؤلاء؟ تسعى إلى قضية قضية إلى ماذا ترمي في ذلك؟ لا شك هنالك قوى سياسية موجودة ينطوي تحتها يعني قواعد وكوادر في مختلف محافظات لدى منها المحافظة. لا شك أن هناك فصائل للحراك السلمي، لا شك أن هنالك معارضة في الخارج، كل هذه قوى موجودة من حيث أن نتكلمها وأطروحاتها في المرحلة القادمة، وبالتالي نحن مع بلورة حقيقي جاد وفاع يضع معالجات حقيقية للقضية الجنوبية. القضية الجنوبية في خيس عندما تحت المقادمة قال أنها ستكون في الصدارة والأولوية، وأن سقف الحوار سيكون فيها مفتوح لكافة الأطراف يمثلوا لا حجر ولا حكر لهذا الحوار من قبل أي طرف، وسقوف هذا الحوار مفتوح أن تطرح ما ترى. وفي الأخير أعتقد أن الأوزان التي تمارسية المختلفة فهي التي ستبرهن من يستطيع أن يقدم الحلول والمعيات الناجعة على هذه القضية. يعني المؤتمرات التي تعقد هنا وهنا وهناك بين فترة أخرى بعض القوى السياسية في ذلك لم تنجح في إخراج رؤى واضحة أو موحدة للكل، يعني حتى لم تجتمع ألوان الطيف كل في تلك المؤتمر، فكيف تجمع وسيجمع؟ ما أعتقد أن هذه الجهود عندما تبذل هي أمر طيب وظاهرة صحية أن يتجمع ويتشاور ويتحاورون، حتى لو تكون أطراف الحوار كلها تميل أن يبلور البعض بعض الأطروحات ويقدم بعضها من مختلف التوجهات سواء في الداخل أو خلال. أعتقد أن طبيعي صحيا لأننا مقدمين على فترة حوار ينبغي أن تبلور فيها رؤى وأن تطرح هذه الرؤى بشفافية
وأن يدار الوطني الشامل حول مختلف قضايا وقدمتها القضية الجنوبية، ولن يستطيع الناس أن يصلوا إلى طاولة حوار إلا ولديهم مشاريع وأطروح خارج حلول، وهذا أمر أعتقد أن المرحلة القادمة ستشهده. يبقى السؤال برضو معلقا، من يمثل تلك المناطق؟ من يعلق علق الجرس؟ ستبقى إشكالية لأن في قوى متعددة في ذلك الباب، من سيتخاطب باسم؟ تبقى إشكالية في ذلك. لكن دعني أنتقل من ذلك، ألا تفتقد هذه الحقوق أحيانا؟ ألا تفتقد من حقوقها تصنع عندما تقل من العمل السلمي الذي رأته أدواته الكلمة والقلم، أن تمتلك تلك السلم إلى الحراك المستكما يدعو البعض، وكما حصل قبل أيام بحرق بعض التي لا ترضي أحدا. لا شك أن العمق للأمور من الأفكار من أفكار معائلة إلى واتمرة عندما يخرج إلى ممارسة العنف، وما دخل الحديث ما دخل العنف في شيء إلا شاء، ما دخل الرفق في إلا زانة. وأعتقد أن الطريق السياسي والضال السلمي هو طريقنا الذي ينبغي أن يكون عنوان المرحلة القادمة في أي طرف أي جهة تحاول أن تفرض على الناس من خلال استخدام أسيب أو التلوية أساليب عنيفة، أعتقد أنها ستخسر الكثير من ستخسر في 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 أرض الواقع. يعني المصلحة من مثل هذه الأعمال؟ أعتقد أنه بالمجمل لا يمكن أن نقول أنها مصلحة اليمن، وإنما حتى أفو الشديد هناك من الغلاط بين الانتصار للقضايا والانتصار للذوات. عندما مثل الإنسان يعني تصفية الحساب يدخل البحث عن لعب أدوار، أحيانا قد لا يتأتن أن ألعب أدوار ضع طبيعية، فأسعى إلى خلق أوضاع غير طبيعية لمجرد أن أوصاد من الناس يريد أن يلعب في هذه المرحلة دورة حظوظا الناس، أنها رأس الخطيئة في التعاطي مع العمل السياسي. لكن العمل السياسي ينبغي أن يسير في اتجاه صالح كلية الأمة. توقع أن هذا يفقد القضية ثير؟ أعتقد أن القضية يعني تنتهي هذا الأسلوب بأن تسعى إلى فرض نفسها بغير مشروع لي بعد أنها خاسرة لا محالة. الانتخابات في الناطق يدعو البعض قطعتها، ما أدري كيف تقرأ ذلك؟ أنا أعتقد أن هذا طبيعي لكل يمن أن يتقدم للانتخاب ويحق عنها، وحقا طبيعيا لأي طرف أن يقول أنه مع الانتخابات أنه لا يريد أو يدعي أنه لكن أنا أعتقد جاز الانطلاق إلى المرحلة القادمة ينبغي لمواجهة هذا من القبح الذي وجد في مرحلة النظام السياسي الماضي، أنه ينبغي أن تحشد كل طاقة الجمال وكل الطاقات المبدعة والخلاقة، كل طاقات في نفس الجمال في نفس الإنسان للولوج إلى المقال. لن يكون ذلك بإرادة حقيقية نحو التغيير، لن يكون تغيير إلا بعبير عن إرادة الأمة من خلال صناديق الإقتراع. ينبغي أن يكون واحد براي يوم فاصلا في حياة اليمنيين ينتقلون فيه من مرحلة أخرى عهد مظلم إلى عهد بإذن الله مشروني. سامحني أنا حقه يعني يقول جمعة خطيب الخطيب 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 يعني نتائج وهو فوق سياسي وما إلى أين القضية المفصلية في يوم 21؟ يعني ماذا يشكل مثل القضية الجنوبية مثلا؟ كل بشكل عام العام، أنا أعتقد أنه يشكل لليمن بشكل عام ولأبناء بشكل خاص نقطة فاصلة، وهي أننا نريد أن يصل توافقات سياسية أنه سيذهب شرق. نحن اليوم أمام ثورة حصلت في الميدان، ومن يحاول أن يتنكر لها أو يقول أن الفعل الذي ظل لعام في ساحات ميادين التغيير في اليمن والذي سعى بقوة إلى قلب الأوضاع سيئة وإلى التوقن يحدث التغيير المنشود في حياة اليمن، أعتقد أن توج هذه المخارج السياسية ستظهر التحدي القادم أن نلج إلى نظام سياسي يعبر عن طموحات الناس وآمال الشباب الذين خرجوا للتغيير من خلال التسوية القادمة التي يقودها الحوار. وبالتالي أنا لا أرى أن نزد في أن اليمن على مرحلة ينبغي اليمن
اليوم أن يكون خطور حجم الحلقة القادمة وأنهم يستغلوا عليها يلوب عليها إلا إذا مجتمعين متحدين على أن ينقلوا من وضع سياسي متردد عاشه طوال العقود الماضية إلى وضع يتيح للناس أن يعرفوا فيها عن آمال وعن طموحاتهم وأن يجدوا فيها نظام سياسي يروا فيه أنهم شركاء. اليوم أخي الكريم أعتاب مرحلة أعتقد أن اليوم في صناديق الاقتراع سيتنافسون ليسوا في أشخاص مرشحين كمرشح وإن التنافس سيكون مع عهد ماض وعهد يتوق إليه. النتائج بقدر ما هي القضية الألية وما اكتنفها تعبير عن رأي من قضية قال علي. ولكن من واقع أنا اليوم الذي نعيشه واضح عذر دفع اللف في كافة الميادين يعني والساعة. كأنك تقول صندوق الاختراع ستكون مثل وجر أساسا وقص شريط مشروع. لا شك كان بوابة ولا وليست عصا سحرية صناديق الانتخاب ستحيي اليمنيين ولا هي البوابة الأولى التي سيلقوا خلالها أن يستطيع يكون في حقيق أو في المحات اليابدي يريدونها. هل هي نفسها البوابة التي ستحل القضية الجنوبي؟ يعني أنت تذكر النائب الرئيس يعني قال أنها من أولوياته من الأشياء التي صدرت المهام بالنسبة له. هل هي بنفس المرحلة القادمة ستحمل نفس القضية في الأولويات لحل القضية وما بالنسبة كالحل يعني لم تحل القضية وبنتي المشكلة كيف سيكون حل القضية؟ حوار فقط أعتقد أن الحوار الذي نتحدث عنه والذي لا يمكن حتى يعني أكثر الخيارات طرفا لن نصل إليه في اليمن إلا عبر حوار. إذن الحوار هو مردنا في الأخير. مطيع أحد اليوم يقول أنه صدقتي بقنار نما سيفر بمقدار قته وشطته في أن يسوق لمشروعه. تسويق لهذه المشاريع سيكون من خلال حوار ويد في المرحلة القادمة، وبالتالي الحديث عن المرحلة القادمة القضية الجنوبية قضية عادلة وهي بحاجة إلى حلول ولن تكون إلا من خلال الحوار. أنا يتنكر له النظام السياسي والعنوان المرحلة السياسية القادمة. أعتقد جازما أثير من المرئين المنصفين والمحددين لأولويات المرحلة القادمة لا يرون بالضرورة أن نصل إلى تيب أو عن السية في المرحلة القادمة التي ستقود إلى رن وطنيا جن تكون القضية الجفية من أولى الأولويات في المرحلة. بعض يجيبه الركوة عندما كانت السلطة لكم تعالوا نتحاور تقول حوار الآن القضية تحل بالحوار. ألا ترى في هذه الازدواجية؟ لا أعتقد أن هذا الكلام الذي فهم مبني على معلومة صحيحة. فالحوار الدعوة للحوار من أجل أن نحرق بحر ظللنا فيه لفترات ماضية بل كايبا عيوب في الفترات الماضية الحوار. لكن الطرف الآخر كان يدعو إلى الحوار من أجل تميع القضايا. أما اليوم فنحن مع دولي يرقب المشهد اليمني عن قرب وكثب وهو لا يريد للمشهد إلا أن يفضي الحوار فيه إلى مخارج ومعيات المطروحة سوى اليمن في الإهم الدولي ليست حاضر أو لا يعني بكل قدر من الإهم مخطئ. اليوم كثير من المخارج التي انتحنها جاءت بمبادرات وإشراف إقليمي ودمي ودولي، وبالتالي هؤلاء الشركاء الإقليميين والدوليين يراقب المشهد اليمني. حوار بتلميذ بضمانات الإقليمية والدولية وبضمانات شراكة أبناء اليمن عموما مختلفة السياسية. أعتقد أنهم سيكون إلى حوار جاد ومفضي إلى نتائج بإذن الله. أنا أتي لك أنك أنت حقيقة جولة مكوكية في هذا الباب. ذهبت إلى أوروبا وألقيت خطابا والتقيت مجموعة من الدول ما إلى ذلك، لكن على قضية نوع القضاء أو السياسي اليمن ذلك لا سياسي الجنوب يعني بل كذلك من القضايا يحمل ما يسمى بقضية مناطق مال أو الملف الحوثيين. كيف يقرأ الأستاذ علي ملف الحوثيين؟ قد أن أخطاء النظام السابق في خوض الحروب الماضية كان أحد العوامل المضخمة لقضية وأنه حابي رشد وبحكمة وبالي تلقات أوقيت
بعيد مع مختلف القوى السياسية حول التحديات الموجودة في المنطقة المشكلة كما بدأت، أعتقد أن أفضت إلى خلق واقع في شمال الشمال أو في محافظة صعد، واقع فعلا بحاجة إلى اهتمام بالغ في المرحلة القادمة. وأعتقد أن على القمة والحوار لن تليها إليها قوم لكريعسي وأم فكرية، وهمر لا يستطيع أحد أن يحجبه أو على العقيل أمامه. إنما اليوم من لا يمتلكون مشروع، من لا يكون رؤية فكرية واضحة، أعتقد أنهم هم الذين يعقدون المشهد السياسي. ولذلك على الإخوة في من الليين أن تقدم كحزب سياسي أو كفصيل سياسي يمكره اليمن عموما. أنا لا أعتقد أن يعني لم أطلع على جهدا سياسيا مقدرا من قبل الحوثيين كمشروع لليمن الذي يريد. لم يعلن أنفسهم كحزب أو تنظيم سياسي، ولم يعلنوا عن رؤاهم الفكرية التي يريدون أن يجعلوها من مشروع نموذجا في اليمن. وبلي يستطيع أن يحكم عوايا ما في النفوس. وبالتالي هم مطرح الحلقيمة أن يصحب رؤسي وأن يزاولوا عملهم السياسي وأن يبشروا فكرتهم بحيث لا يجدون أي بح أو ميق بالنسبة للمزدهم لهذا إذا النشاط. كانوا الذي يكون رؤى فإذا هم شو غير يقصد ما لم يكن هو خطط مخلل غير ما لم يكن لاعب فهو باسم العناء فاعل وليس فاعل. فهذه المنطقة ملون روع الغير. يقول بعض هل هم أداة، هل صعدة هي ملعب عليه أو يلعب فيه طرف يعني أطراف متعددة، يعني دخول السلفي الآن في الصورة الموجودة الآن والك الموجود يعني بين هناك هل هو أداة من الدول الخارجية ذلك وتستعي وانت مطمئنة زي ما جودة لأكثر قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأبدا وأرجو من الله جل وعلا أن تصلكم هذه الحلقة وأنتم صحة كانتم في داخل أو في خارجه، ولا أخفيكم أنني أقول ذلك. إذن تصلني كم هائل من الرسائل من داخل الوطن ومن خارجي، كذلك يعني للمغتربين في الداخل وفي الخارج بثهم ومقام ومشاكل من يبعث مجموعة من المقاحات. أشكر كل باسمه وصفته ومكانه. نرسل إلي من جميع المغتربين والتقيهم هنا في القاع، يعني منهم من يبادلنا التحية والسلام، منهم من وفقكم الله إلى أن تقدموا رسالة إعلامية تطوع قلوب وتقدم الطمأنينة وتزرع الابتسام وجوه الناس وجوه من هذا. دعنا نقدم هذه الرسالة ناس جيم نفعلك. لا نفوق أن نخرج الله أن يخرج الله البلاد ما هي خير حال الله تعالى. بسم الله في حال هذه الأستاذ علي عشال عضو مجلس النواب منصب ذلك. إياكم الله يبارك فيكم. كما أدعو الأخوة المشاهدين لمن أراد المشاركة معي في هذه الحلقة وفي عبر الفيسبوك أو عبر كن في علي قبل صدن الحوثيين في قراءة ما ترى أنت أنه قد لا يمتلكون مشروع أن يقدم حتى عاور هذا الوعي. لم يقدم حتى نقول أنهم يعني قدموا شيء بحيث يحاوروا أو يحاورون في ذلك المشروع. هل أنا قبل الفذكر ذكرت لك هل من القول أنهم لا يمتلكون مشروع من ضمن مشاريع خارجية البتين في قوة خارجية من صعدلبة وجوا بعض كما نشاهد في بعض المناطق فيها كأنها مليئة أطراف خارج. نعتقد أن اليمن جزيرة نائية عما يحصل في العالم، وليست بمنأى عن حالة التدافع على المستوى الإقليمي والدولي. وبالتالي من المشكلات والمعضلات في اليمن لها أبعاد مرئية لا تخيل. أعتقد جرا إلى
بأن يوجد هناك صراعا كما هو حاصل في بعض أو طن العرعر. أعتقد جر إلى مرب لم يكن اليمن يعيش فيه في يوم من الأيام تاريخه لا القديم ولا الحديث فيما أعلم. بمعنى أنه الحديث صراع بين طواذاهب أنا أتسهد مرمي التخيم لحال المواجهات التي تحصل في محافظة صعدة بين الزين وتيين وغيرها من انتباه العرف إلى أين قال هذا المربع، وعلى اعتبار أن هذا المربع هو مربع لعب بأجندة خارجية بامتياز وليس الحالة واقع تنشأ من احتياج في المساحة الماضي يعني قديم. يعني اليمن بلد عايشت الرؤى والمذاهب ما ترتخن في قناعات ذهبية كما يحاول البعض اليوم أن يروج. وبالتالي أعتقد أن العامل الخارجي عامل يلعب بفعالية كثير من القضايا موجودة في اليمن، وحتى على النظام السياسي عندنا يحاول أن يحرك ما يحشي صعدة على اعتبار انه لف مقلق لبعض اللقاء والمجتمع في المملكه اعتبار المملكه ديه سيكون يعني ليست بمأمن مع وجود بعض. اعتقد ان النظام السياسي حاول يسوق هذه الفكره وان يلعب بها على مستوى في القناة الاقليمي، وهي غايه الخطوره. لا اريد هذه النقطة إلى أننا فعلا من ذات يمن طلق مجال ومعطيات في واقع يمنيين ولا يلعبوا أدوار بالنيابة عن الآخرين. نحن جعلنا اليمن معترك للصراعات لا ناقها فيها جمل. أعتقد أن بذلك نسيء بلدنا. أنا هذا البلد إمكانيات محدودة سياسية واقتصادية إمكانيات المحدودة هذه. لكن في ظن القضية تحظى بالعنف لأنه هذا يعني إشكالية، يعني هل هو القضية قضية سياسية أم قضية دينية حتى تحل من هذا المنطلق؟ لا توجد قضية دينية. إن كانت قتل الأفكار فمن حق أحد أن يعلن عن أفكاره وبطق العجز حاول ولو كان يتوافق دينية ووطنية من أن في بكاره التي تتوافق مع هو مضمع به مدسير. أننا لا أعتقد اليوم أن من يطرح طرحا يعني إلى اليوم أن نهول الأوضاع في اليمن حيث أن نصرها هاني صراع ديني أو تضخيم المدورة أن الأمر يضر مشكلة في تقبل. بل أنا أقول الناس أن تطلقوا أفكار في إطار ما هو ملم به صاحب مذهب يعني لما يعبده في مذهبه. ما كانت في يوم من الأيام قضية أو معضل اليمن، وبالتالي لا ينبغي أن توجد أي لاق لمعارك من هذا النوع. هذا حدث من حناس عبر عن روحها عن طلعاتها أمل المقدار هم الناس هذه البلاد أو أن هذه الأر لن تحلهم شيئا بل ستقود البلاد إلى إذا كانت القضية تذكرت قضية دينية، لكن قضية سياسية كيف تحل؟ إن قضية سياسية أخريم أن القضية السياسية من هذه هو أنبر عن نفسها سنرتب أوضاعا في الملقات بلال تسوية تاريخية عقد اجتماعي شمل شيء حقيقي يختاروا الذين يشاركوا بمشاركة فعالة، ومن حقهم أن ينظموا أنفسهم على المستوى السياسي. لكن كأحزاب. الموجود الآن يستدعي ليست قضية سياسية، القضية قضية مسلح. نحدين موضوع انتم نستعمل سلاح هو أداة لغي أتركها إلا لا بأمر قطاع نقضي أن يستم ثار القانون آلة القمع لمصلحة
لمصلحة المجموع. أما أن يأتي أحد اليوم ليحبس ويفرض من خلال هذا السلاح قناعات عليين، فاعتقد أن هذا روع مقال، هذا روع أن أبناء اليمن جميعا في خلال يهمن ما شرب في إطار القن وكمي إلى فث الذي ما حصل في أي أبيال من رب اللي هج الناس من مناطقهم من قراهم، وأصبحت جعار وزنجبار ومناطق هذه بعضهم يسميها ولاية إسلامية وبعضهم عدن، يعني تحتضن عدد كبير جدا من يقول لحدنا منهم يوصل 100,000 مواطن موجودة في عدن، رحلوا منابه يعني استخدموا فرط للسلاح من طرف من الأطراف. ذلك يدني إلى قضية ما هو حجم القاعدة في ظنك أسرالي؟ أعتقد وكانت الإجابات في هذا الموضوع، أنا لا أعتقد أن القاعدة بهذا الحجم الذي يضخ، ولكن أو عنسية في المرحلة الماضية استطاعت أرك قابش. أعتقد أن جزء من 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 هيئة على النظام جزء قليل ويسير قد يكون يعني تعبر عن مونقيق، وبالتالي أعتقد أن هذه ورقة من التحديات المطروحة في المسل، وأعتقد جازم اليمديهم لكل القوى الاجتماعية والقوى في المجتمع لكل فكر إلى 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 ما يكون عنوان المرحلة القادمة. أنا أعتقد أن ما حصل أبين اليوم من حالة تهجير ومن تسليم محافظة أبين لهذه المجموعة وهذه العناصر جاء بتواطؤ من الأجهزة الرسمية، وقلنا لك في حينه سحبت أجهزة من محافظة حبت أجهزة الأمن، ولا ما يدال بعض المريات وحاولوا أن يسلموا لأطراف لا لا يارق مفها إما أن نستمر نحن أن يتسلم الأمور ويعلو ولايات وإمارات إسلامية، وهذا الوضع غير صحيح. وبالتالي أعتقد أنه بانقضاء المرحمة سنكون أقدر على التعامل مع هذه الفات اليوم فات طبعا ثانيا سيئة. أبناء مضت أبي اليوم يعيشون هجر الآن هم في حفظة. أسف الشديد أن لا تقوم في المرحلة قمة الائتلاف الوطني بالنسبه للنازل المهاجرين كما ما ينبغي. اما مساله استخدام القوى المسلحه اليوم اختلطت الاوراق في محافظه ابين، اصبح محافظه ابين فعلا هنالك مجاميع العمثيله يعني حيوانك في التفكير وسيله التافهه تتحكونك. واعد الامن ان المرحله هذه مرحلة قادمة بمها على السور والقانون في تدي مثل المظاهر المسلحة. أنت في الحديث تذكر قضية أن النظام يعني يتولى كبر جزء كيدا يعني لكن أنشطة الذين يدعون إليه أنه سقط النظام بالمرحلة حتى انتقت رداع بالليالات فكأن النظام قط. نحن يوم نتحدث عن سياسية تريد أن تضع مخارج وحلول. أما كان النظام وأطين النظام والمتحكمين في صناعة القرار ده محاسبة أمنية عسكرية لا زالوا موجودين. لك نحن في القناة يصيع على اليمنيون النظام السياسي قادم كافة القوى السياسية أن يضعوا خارج لهذه القضية لتفعيل دولة دول وما تفل يعني تفل مقاومة مجتمعية لكل فكر متطرف. قد أن أنهم قادرين على وضع حد ومعالجات، وتفل أيضا يعني حتى أداءنا الاقتصادي بحيث أن ترد التي حصلت في اليمنيين أرضية لخاف شباب اليوم المال في من يلعن ولا تركوا الأر في اليمن. وأشك أن هنالك جهات داعمة يعني على مستوى الإقليمي والدولي تريد محققتها في اليمن، وبالتالي المال الذي يمني
أمالة الفاقة وحالة التي يعيشها المواطن اليمني، أعتقد أن ممكن مدخل كثير من الإخاء كثير من الانحراف حرافة تحصل. نحن في مرحلة قداما يشاهد فيه اليمن يستشعرون ويتفلون بحرارة، يعني قالوا أن الأمم لا تبنى إلا بلهيب العواطف، لهيب العواطف تحرر الشباب الذي خرجوا في ساحات التغيير وعبروا عن آرائهم نقوا عنوانها مواطنون وأي في المرحلة القادمة أمام لهيب العواطف عواطف نظرات العقول، وهنتي دور القوى السياسية يعني الحية والمؤثرة في أن تضع مخارج وأن نذق يمكن أن تبشر بها اليمن العقول هذه محمد سندو من المرضى كونية في هنية في هنا المشترك في معنى تقول أنقر ما في هذا حتى لا أسف كثير إلى القاعدة، يعني لف موجود، وترى أنت أن الحجم ذي أو الجزء يعني يقف خلفه بعض الذين يتبنون مثل الجزء أكبر قد لا يكون بعيهم. تحارب في الجنوبية تحارب الحوار، القضية هي تحوار. هؤلاء كيف تحاورهم؟ الحكومة منطبية اللي حكومة منطبية اللي حدي القضية. أنا من بارك ده ما تحلت هذا هنالك شارع مصية تعمل خارج الدستور والقانون. أنا أتحاور معك اليوم لأنك صاحب تفتح معي قنوات. تحاور عمر الخواك واستطاع في عهد الدولة الأموية من غلواء كثير من الحالات المهدفة معها، لكن القاعدة ما تقبل أنه كأطراف ستتحاور الناس. تطيع أسمع ومدهي من العنف أسلوب وسيلة للعم، ويريدون أن يرتدعون عن ذلك بالتعاطي معهم وفقا للنظام والقانون. لن نجامل أحد، ويكون عنوان القادمة أن الأمور تكون نقاط وضع وأن المرحلة القادمة هي دولة ومؤسسة من استقبلت بلد. بالتالي كل خانو ينبغي الناس هنا كل من رج وينتهي قف وسيلة لتحقيق أغراضه السياسية، فأعتقد أنه يعمل خارج دائرة القانون. ينبغي أن تحشد طاقات وقوى المجتمع ومؤسسات الدولة لمواجهته. توقر القادمة التي ستكون فيها الحكومة مثقلة حقيقة فات متعددة، وسأتي أنا في الأف الأخير تلي الأف الصاد الذي يثقه والذكر أن جعل البعض ضمن ضمنة الخارج يحبتك يحبتك يحلف الحراك ما في القضية الجنوبية قضية مثلا الحوثيين قضية القاعدة. هل سعى لدى الدولة أن تتنفس حتى تعالج هذه القضايا ميلة؟ أعتقد أن الزمن يزعل وأن لا نتصور أنها تباها قادمة وأوضاع ما بعد 21 يعني قادم بقادم بمجرد يعني قيها وضعا آخر في هنالك جملة كبيرة من الديات من ضمنها ما ذكرت، وهي بحاجة إلى إدارة حوار جاد وإلى حشد طاقات المجتمع وأيضا يعني كل الجمال في نفس كل إلى أن شعرة التي إليه المليون. وبالتالي يعني هدي الاستجابة فسير بعض المنطقيين التحدي في اليمن وحديات يفترض أن يلقي كل إنسان قدرة من الاستجابة على التفاعل مع التحدي على حلول والمخارج وعلى حشد كل يعني قدرات للتجاوز هذه. أعتقد أن هذه مسألة في الأهم يعني دعنا نحشد منكشفات الإرادة قبل ما نحشد هذه نام تاني غير لا قصد قضية سياسة اقتصادية كونك عضو في مجلس النواب إلى حد ما كثير من حجم
حجم ثروة هذه البلد؟ يمكن أن يكون لديك معين مثلا أو ربما حجم هذه الثروة البلد بلد مليئة خير من يعتقد أن البلد إذا قام إذا قرها من هي الجو ومن ناحية المناخ والتضاريس قرأناها أيضا حيث يعني وفرة المادة الخام وحيث تنوع هذه يفترض أن يكون في اليمن أعد بلد يمتلك ذلك من ألف يورو من السبب تعج به بالآن كحد قامتها أمم دول ملتهم بالكبير في الشديد أنها ابتليت بنظام سياسي استطاع أن يقتل ويسرق كل جميل في هذا البلد. أنا عند حد القطفطي أين النفط اليمن متواضع من الدول المنتجة ولا عندما حجم السفه الممارفطي من مسؤول شركة نفطية أو شركات فاعلات النفطية لرد أنهم يقيمون هذه الشركات حصل من نفط من المستكفي جزء من المبالغ المالية كان نفط كلفة يذهب لصلاحة شركات مع معهم عندما حدث عن العقود تتم في هذا طاع لم يستطع حد أن يحصل طاع يأتي بورقة من أنلان طيرة وسهل فلان طيرة وسهل فلان القطاع رقم هذه هي التي تطبيقات لو أدير قطاع بقدر من الرونة وأؤكد وقلت ذلك تكرارا ما يقرب من 50 إلى 60% حجم المهدر في القطاع يورد للخزينة الدولة وقكس وسقن قضية طاع 18 المدة فيه فكة واحدة خمس سنوات كان افتح بعمل هذا عمل فلم يأبه إلينا عندما أصنع هذا فقفلمان رفعت علينا تلك دعوة حاكي 8 مليار فاصل 100 يعني ما يقرب من 4 مليار دولار انكم ضيعتم هنا ما سنتحصل عليه في السنة هذه تورد الى خزينة كانت نظام سياسي فيها مما يكون ينفوذ في كثير دورة يعني اليمن يج بثروات تشتغل ثروه الساحليه المناخ الناقل السياحه الزراعه كلها هل هذه بصحها يعني كونك تذكر ذلك هل هذه الموارد الطبيعية وغيرها بعض الملفات لمنا فيها قبل حرك لف من القضية الملف الجنية وهي مثلا الحوثيين ركت ملف الغير وغير سبعد يعني لا شك أن غياب العدل وغياب الشف الثروة وهو أمر غير همي حرك أش الناس إلى أنهم يعني ينبغي أن يؤول إلى أن يأخذوا حقهم بأيهم وأن يتحدثوا عن شراكة كما ودوا وقعاك استطاع أن يجعل القلة التي مل عليه فقط قلنا أنه مالي حياة الدنيا فسعى تكرير إلى محاولة تغيير النظام السياسي لترتيب الوضع للأولاد بعده هذه القاعدة التي ظل النظام السياسي يعمل عليها في الفترة الماضية الباقي صالحات حق الشعب في حمية به إليها تحرر عند الناس يعني المظلومية علتهم لا يحبه الجاسوس من القول إلا خرج خرج أنها وصلت إلى مستوى مادي الإقدية وهرى الكروش المنتفقة وترى الفلل تبنى الفلل مفاه أن تبنى مع بالعشرة بالخمسة عشر بالعشرين من دولار ما كان أبناء اليمن أو إنهم إلى يعني قوم الزبالة هذه أعتقد عند الناس وينبغي أن تما أكو المضرة هو هذا الذي يدير
لا يمكن أن يؤدي إلى حقوقهم إلا عبر تغيير قواعد اللعبة السياسية. بعضهم يسعى إلى قضية تغيير القواعد، بعضهم يسعى إلى قضية تقييم هذه المواد. الطرح هنا يعني تعيش أوضاع قتل هناك هم في الطرح هنا. أنا حتى مستوى الثروات فيما بينهم لا دولة، وهذا يبشر به الكثير اليوم، دولة المركز اليوم لم يعد لها من أساس صارها في اليمن، وإنه بالتالي تتحدث الناس عن خياراتها، تتاح فيها ناس أن أنفسهم بأنفسهم على جزء من موارد. هذا أمر معمول وليس بدعة، فبيل حنه ولا إطار في إطار أن يتسعنا. أنا حلت بوزيرتي في قضية خلاص، يعني ما عاد بقي من العقد يوقع، ما عاد بغاز أصلا، يعني انتهى منه يعني بالعقد المبرم قد يكون قد فيه. هل هو بحجم لا شك الكالة التي حصل في موضوع الغاز كارثيرة لأمرين أساسي. أمر الأطيات متواطئة، يعني كأن تصور أن الشركة الأثريات قابل استخراج في اليمن قدمت شهادة 11 تريليون مكعب، بيع من 11 تريليون بعقود 10 تريليون، اللي بقي اليوم واحد تولي لتوليد لمدة 10 أو 15 سنين، ونحن بلدنا نريد بين النظام السنة ثلاثة في الانتظار من أي أساس؟ وقال في قدات على هذه الكمية، فالكميات كانت متواضعة. أمر الثاني أن ندم بطاقة ولا توجد فيها صناعة طويلية، قطر ومقود هم في البلد يعني لا يعني يعني مستشتت إلا ولك. هل هنالك في المنشآتي شأتي أم لا؟ كثير من مصائب سبب ذلك بأسر سهيد لي ثلاثة دولار فاصل مليون واحدة حراري طاني، بينما هو يباع في دول العالم وصل إلى 14 إلى 15 و 18 دولار. بمعنى عندما تحسبها بمعادلة الرياض أن هنالك 10 مليار من الدولارات عثمانية، التاريخ كبرى بها أمام المورد ووضع الكيات والسلذي يبيع أسعار النيل. هل النظر في هذا العقد المبدد بلدان العالم سواء كان قدم أو حتى خلف استطاعت أن تكون كلها جهود مرة في حماية مادها. تالي روجعت كل العقد روجنا في مصر وروضا في لائر بيع الغاز روج في دلاتين قد برة نحن لسنا بدعا أن ينظر الأسعار وأن يعاد نظر في بروته كم باقي بيع الغاز. نحن بدأ صير الغاز. من قال أننا انتهينا؟ غاز عاقد على مدة على 20 أنا بتصف في 2010 نحن نتحدث سنة وعشرين سنة إذا الغاز صد هذه الأسعار المتنمية. يا أستاذ كريم الضيق علي أنه كلها على بعضها المكتشف المصري 11 مليون اللي موجودين. يعني الذي يقول لم يجف من الثروة النفطية بالنسبة للبلد إلا 3% في باقي 78% هي الثروة، يعني الثروة يعني نسأل الله أن يقبل الكلام. أنا أقول الأعان الأعام عن معطيات في الوقت اللي لم تبك هنالك ما يربو 40 80 قطاعا نفطيا المهم من هيل وأقيمت فيها لوحات زلية
لحجم الموجود وبعضها تركت ولم فيها شيء فيها شيء يرى ان البلد بلد واعد قد لا ان دون تهلك هذا غير تهلك هذا غير بلد غير بلد واعد ولا بلد واعد ولا شيء لكن اليوم كميه يوم كميه وهتتنا عم تتنا عم تقسم عم تقسم البحر لم تدخل تدخل في الاستعاد كانت هنالك محاولات ولم يعني تفرع استفادة رية أعرف أنه البحر الأحمر منح لشركة شركة ثم لأن تجد وعتنا الآن جزء قطاع وهو بين من محجوان جزء لشري ونقلم لشري ونقلم بعد ما أن وقع على الشافة في القطاع قطاعات النفط البحرية أعتقد أنه إلى لم تم نتائج مبشرة. سألي أنا ناقشت أربع ملفات بين الآن يعني وكلها ملفات كهكا يعني البعض هذه الملفات سوف إذا يقول في التفصيل يكمل في التفصيلات والمشتقيق والمشتقيق شقيق شاملة ملت في إمكان عندما هذا الهدف ينتهي هدف هل قال الخفات سيربك المشترك من الداخل؟ أعتقد أن المشترك خلقت له الأهداف كبيرة وعظيمة إذا قرأت تحديات المرحلة القادمة بالتالي هو مدى أن تصل حجر من لايا ولن يمشترك فريد حتى تعطي الموضوع هذا كل قوة في الوقت مع الوقت مع أنت والتحديات مع مستوى معي تحديات في غاية طورة لم يدخل اليمنيون إلى التعامل مع هذه من خلال رؤية واضحة. أعتقد الأمر سيكون صعب على أي قوية سياسية. تالي نتحدث على التوحل القادم اليوم. اليوم أتي برئيس فقي للعين. كثير حوارا سياسيا. ذلك ما أن المدي هو للإخطاء الموجودة فيني. أنا كل مستوى سياسي. نظم وأضرب مثالا. نظم سياسية لم تستطع أن ترك ثروات كما كان معمر القذافي فيها مع إنتاج يومي يقارب 1.5 مليون بير من النفط استطيع نموذج اقتصادي إنه معادلة السياسة مختلة لأن النظام السياسي على موارد براشقول من بات الأصول من بات الإصلاح السياسي حسم المرح في المال الإنتلية تحد عن أنها بنود الآلية التنفيذية أعتقد أنها التحدي الأكبر إن توزن سهولة ويسر أعتقد أن المرحلة القادمة سيكون لدينا قدرة عالية على التعامل مع كافة التيات على المستقبل وأنك ترى كما خلفها أقصد هدوات اللوائح والتشريعات والأفراد هم كم قد يعني قانون تجاوز هذه قوانين أنظمة أفراد لكن قد حصل في لا يدرك في هذا وما خروج الناس لم يكن تأثرا فقط بالربيع العربي وذلك أن هنالك تحقيقات حقيقية في الواقع اليمني. أريد اليوم أن أقول أن الناس تعتقد أنه قيم الوقت من صحيحا اليوم عند تحتون والحوارات فيما هم أرتيلك أننا جي حف حفة صناعة يمن يعني يتوق إليه ترعى لهم الطموحاتهم هم الضمان الحقيقي هم الضمان هؤلاء الشباب الحقيقي الرقابة على المشهد السياسي كل تليف المرحلة القادمة. أرجوك أنا بقى أن قال انتهى الوقت أنا سأخذ نصف يعني أنت كانت لك تحقات جولة لما كنت استعبير من الوذهبت وغير الدول وكان حقيقي صوب ثمر أننا حاول صوتته ونقلناها إلى كافة المحافل الدولية فيها
وتحدثنا أن دون ينبغي أن تخرج قضاء أرحب حب أفق أوسع تغيير أقل كلفة بالنسبة لهم. بالتالي دعمنا باتجاه قادر بنود تارة مو نحن حاضر في كافة الأولية إلى أمة على هذه المبادرة. نعتبرها لجوسية مقرة النوالة السيالة تجاه المبادرة. أنا اليوم نخلها مبادرة موقعا عليها، وبإذن الله في المقبل القريب ستكون مبادرة. والبعض يريد منكم كما يقولون أنكم سهم، كي يقول بعضكم ثلاث دار سهموا في تحريك الموجودة من الداخل للتقارب ما بين وقال تحت العجل سياسة من الدول الاقتصادية. استقبل بعدين فيك كأننا لا يعيبك أنني نحن في إمام عمل قم في هذه المرحلة، ولكن وضع طبيعي كان الطبيعي هو مع إخو في خ واحد بإذن الله. اليمن بعد سنة في كلمتين يمن بعد سنين إن مع كثير ابتلاء إذا يوضع عدمي لتق لتزكى المعضلات. يمن إذن لي أتأبد على القاعدة أخذ موعد. لكن دوم إن يعود أستاذ إلى أجده بعد ذلك إن شاء الله تعالى أقق معه كل ما تدارسنا هذه الحلقة. فأرى من جد كيف يمكن أن يفهم مجلس النواب لإثمار القائمة سياسيا واستثمار قضية هذه البلد التي حراه بأه قانهم نبيه صلى الله عليه وسلم أهلي وبتن صوب قلوبكم جميع دنيكم جميع دنيكم. أشكر القامن عالم للقرار العلي عشال في حلقة. أشكرك من كل قلب أيضا، ولا وذله بإله ثرثرة النيل يكون ثرثرة بقدر ما يعني أفنحاول أنك ما استطاع كون رؤان في اتجاه بلاد كذلك. وأرجو جل وعلا على هذه الكتعة يقصد بإذن الله تعالى أن يصلح وأن يخليه إنه